أيضا هناك قصص مأخوذة من المخطوطات الأممية، فمثلا قصة الطوفان، نحن نعرف أن قصة نوح عليه السلام، قصة الطوفان يقال أنها قد أخذت من أسطورة جلجامش، وهي أيضا مختلفة عن ما هي موجودة في القرآن الكريم. فمثلا في القرآن الكريم يذكر ابن نوح عليه السلام الذي عصى الله سبحانه وتعالى وعصى والده وذهب بحاله. اختلاف القصص الموجودة في الكتاب المقدس هذا يدل أنه قد تكون أنها أن كاتبها ليس موحى من الله، وإنما قد تكون أنها قد أخذت من أساطير وقصص مختلفة. نبوة ماري، فتقع مدينة ماري على نهر الفرات، ووجد 20,000 وثيقة عمرها ما بين 1800 إلى 1760 قبل الميلاد، حيث لديهم أسماء مشابهة للأسماء الموجودة في التكوين، مثال إبراهيم إسماعيل وهكذا. وثيقة أدمونيشيس بور، وهي نبوة من نبوات نفرتيتي 2000 قبل الميلاد، قريبة من نبوات الكتاب المقدس، وهي تدعو للتوبة وأن هناك شخص مخلص سيأتي. شريعة حامورابي موجودة في اللي كتبت قبل 1800 قبل الميلاد، مشابهة للوصايا العشر. لكن الآن تعليقي إلى هذا الموضوع، سبحان الله، يقول طبعا هناك بعض غير النصارى مثلا عندهم شبهة، بيقول لك ما هي قصص القرآن أخذت من الكتاب المقدس أو أخذت من اليهود. لكن سبحان الله، قصص القرآن قصص محكمة وقصص معروفة وقصص يعني تدل على حقانيتها، وهي قصص أيضا منطقية. يعني لما تيجي تقرأ القصص منطقية، لكن ما تيجي تقرأ القصص تبعت الكتاب المقدس تجدها فقط إما أن تتحدث في تاريخ معين وغير منطقية أبدا، ولا يوجد منها العبر. لكن في قصص القرآن هي عبر ومحكمة. فيقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. سبحان الله، سبحان الله، يعني بني إسرائيل الذين يختلفون في القصص ويأخذون قصص من أساطير وهكذا، لكن سبحان الله، القرآن الكريم المنزل من الله عز وجل ولا يوجد فيه شائبة ولا خطأ، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.